الارقام ما راهيش يعني ما راهيش ما تبشرش بخير، انه الارقام فوق 300 وحنا الشيء اللي يهمنا ماهمش هما الارقام تاع الحالات المؤكده، حنا الشيء يهمنا المرضى اللي في الانعاش والوفيات الله يرحمهم. حتى وكان من ناحيه الاحصائيه عندنا 9 ولا 10 وفيات تعتبر حنا لينا حنا خساره. الهدف الاسمى تاع وزاره الصحه بمشاركه فعاله المواطنين انه يعني يدير الامان، ان قلنا اللقاحات اللي اختارتها اللي اختيرت من الجزائر لقاحات امنه وفعاله. قلنا عام هذه السنه سنه لقاح ان شاء الله 2021، الهدف الاسمى هو تلقيح ان شاء الله 20 مليون جزائري، وهذا يهمنا كثير باش نروحوا للتحديات اللي تنتظر وزاره الصحه.